عليكم، معكم حمزة ومبارك كاتب العام الصورة المغربية. اليوم احنا هنا في الساحة البلدية الإدارية قدام القصر البلدي، نحن نقوم بإحياء ذكرى 46 للمسيرة الخضراء هنا باستعراض مؤطرين جمعيتنا هنا. ونتمنى لكم خالص خالص تمنيات أن تكونوا بخير ويعجبكم هذا العرض الاستثنائي إن شاء الله. وصلى الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله نهار السبت اننا كنحيوا ذكرى ديال المسيره الخضراء للصوره جميله، الصوره المغربيه. كما تعرف بان الصوره المغربيه هذا العرض كامل اللي كنشوفوا لان تقريبا دامت عليه واحد شهرين ولا اكثر من شهرين، وحنا ندري انه كيديروا عليه. وكثير من المستشار اللي جميله الصوره المغربيه كتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا شكرا لكم. معكم رئيس جمعية الصورة المغربية، جمعية شبابية 100% شبابية، لا من المكتب ولا من الأطر اللي معها. نظمنا واحد الحفل، لحفل استثنائي مرة بثلاث عروض. عرض أول كان في جمعية مأوى الشباب، وعاوتاني عرض ثاني كان في ثانوية هيلية الأميرة للا أمينة، ثم العرض الأخير إن شاء الله اللي هو في نفس الذكرى، ذكرى 46 للمسيرة الخضراء في الساحة الإدارية. كنشكروا طبيعة السلطات اللي عاونتنا باش نقدروا نقوموا بهذا الشيء، وخصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية. وأيضا مازال تشوفوا إن شاء الله على أن العرض اللي غيكون عرض فني وطني اللي كيبين مدى اهتمام الشباب بهذه المناسبات الوطنية، اللي ماشي هي مناسبات وطنية فقط إنما مناسبات وطنية بارزة اللي بصمات واحد الشيء كبير في المغرب ديالنا ولا في التاريخ كامل. ونتمنى والله نبغيو كلشي يعجبو العرض. وشكرا لكم بزاف. بصفتي نائبة رئيس جمعية الصورة المغربية اللي هي 100% شبابية، كان حنايا هنا باش نثبتوا أن الشباب اليوم شباب ماشي ساهل، وحنا كنحتفلوا بالذكرى ديال المسيره الخضراء، وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا في هذا النشاط هذا، وكاع الناس اللي شادين لي بوست هنايا. وكما كتشوفوا راه كلشي شباب يعني صافي. هادشي السلام عليكم، انا سميتي محمد بالي، مؤطر في هذه الجمعيه، جمعيه الصوره المغربيه اللي كتهدف على بحال هاد الاعمال. وبالمناسبه دايرين واحد النشاط ترفيهي بمناسبه ذكرى 46 للمسيره الخضراء، و يعني كنقدموا كاين العروض، كاين الاناشيد الوطنيه، كاين بزاف الحوايج اللي هي بعد قليل غتلاحظوها معنا ان شاء الله. وهانتم كما كتشوفوا في التنظيم كيف ما غادي على ما يرام، كلشي غادي هو هذا، كل واحد يمكن اي حاجه كيفهم شي حاجه كيديرها. يعني كنطلبوا الله يدوز في هذا الشيء في احسن الاوقات واحسن الظروف. شكرا بزاف.